تحياتي للشعب السوري الباسل. بقدر أقول أولاً إنه رفعتوا راسنا كعرب بحركتكم ضد الاستبداد. أنا كمؤرخ لتاريخ الشرق الأوسط عندي نصيحة لكم: التدخل الأجنبي لا يمكن أن يجي أن يعني يأتي لصالحنا في النهاية. أكيد المهمة أمامكم مش سهلة. هذا حكم طاغي، هذا حكم قاسي، هذا حكم قوي، ولكن إرادة الشعب في النهاية لازم تنتصر. وللأسف علينا كعرب أن نقوم باللي منقوم فيه لحالنا وبدون مساعدة أجنبية، لأن المساعدة الأجنبية والمساعدة الخارجية تأتي مع قيود، مع مطالب، ودائما وأبدا فيها عواقب سلبية. فمع أنه المهمة شاقة، مع أنه أكيد في ألم كتير عند الآلاف من العائلات السورية اللي عندها ناس تحت الاعتقال جرحى وشهداء، بناشدكم تستمروا سلميا إن شاء الله. أنا أشدكم تستمروا، لأنه في النهاية سقط حكم طاغي في تونس وفي القاهرة وفي طرابلس، وإن شاء الله حيسقط الحكم الطاغي ليس فقط في الشام، إنما في جميع البلدان العربية إن شاء الله يا رب. وشكرا.